السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت أنا جوجل بارت، قلت له إيه المزايا اللي موجودة عندك، فقال لي إن هو ممكن يعمل تنسيقات نصية إبداعية زي كود، نصوص، قطع موسيقية، بريد إلكتروني، كل الحاجات دي يقدر يعملها. يقدر يجيب لنا معلومات أبديتد من يعني لسه حصل إمبارح النهاردة، يقدر يقول لنا إيه بس في مترجمة اللغات بشكل أفضل. ممكن تسأله بالصوت، يعني ممكن تدوس هنا تقول له ما هي أسماء الدول العربية والعواصم. هو المشكلة ان هو فاهم ان انا بسأل بالانجليزي. What is the names of Arab countries and the capital. طبعا لو في اي مشكلة تقدر ان انت تعدل. And the capital. شوف بقى هيجاوب ازاي. جميل، جاب لي كل دولة والعاصمة بتاعتها والمفروض العلم بتاعها، بس ممكن يكون بعض الصور غلط خالص. ده العلم بتاع العاصمة، علم القاهرة، علم عمان، تمام. طيب تعالى بقى نيجي هنا. طيب لو في اي مشكله ممكن تدوس هنا وتشوف. اريد ان اصدرها، اصدر الجدول لملف اكسل. قال لي نكتب له اريد جدول اكسل اللي فيه البلاد العربيه وعاصمها. يبقى هو ايه يكتبه لي بالشكل دوت. لا مش عاجبنا الشكل ده، راح قايل له ايه بشكل اخر، اريد جدول اكسل في البلاد العربيه وعواصمها. عمله لي كتب لي اكسبورت شيت. ادوس هنا بقى يروح مصدره لي للشيت اوبن شيت. هو مرتبط بال الجوجل درايف، فعمل لي الجدول اهوت، تمام. ممكن اجي هنا فايل واقول له سيفه لي كملف اكسل، بس لازم تتاكد يعني ما تاخدش الكلام ثقه، تمام. يعني تاكد كده بالنظره العامه بحيث لو في اي غلط انت تصلحه، تمام. نرجع تاني لجوجل بارت. طيب من ضمن الحاجات مثلا قلت له هل ممكن ان تنطق، عايز بقى يتكلم معايا صوت، تنطق لعبارة صباح الخير بالألماني. نشوف بقى يقولها ازاي. بالتأكيد إليك كيفية نطق صباح الخير باللغة الألمانية. Guten Morgen. تنطق هذه العبارة جوتين مورغن، وهي الطريقة الرسمية لقول صباح الخير باللغة الألمانية. إذا كنت إليك كيفية نطق صباح الخير باللغة الألمانية. Guten Morgen. تنطق هذه العبارة جوتين مورغن. فالنطق هي متدرب على الانجليزي مش على الالماني، يعني لازم نعمل اعداد شويه عشان نخليها ايه بالالماني. فممكن نكتب لهم بقى تقرير وكده ان هم يظبطوا اللغه، او ان احنا لو احنا فعلا مركزين على الالماني نظبط اللغه انها تكون الماني مش انجليزي ولا عربي. هم بداوا يظبطوا اللغات، يعني حتى لما تلاحظ لما بتنطق بالعربي بتنطق كويس لان مظبط اللغه على اللغه العربيه. ففي تقدم رهيب وبيدي امتيازات حلوه جدا. جوجل برضو متقدم شويه، لكن حتى الان ما تثقش في الكلام بتاعه 100%، لازم تدور وراه.